بسم الله الرحمن الرحيم. انا من الساكنه ومن ابناء ولاد غزوان الاصليين اللي ابن عن جد. والان هاد الناس هادو صيفطوا لنا حكم طرد تعسفي، وحنا ما داروا معنا حتى شي حل، ما عطاونا لا استفاده، ما عطاونا بقع ارضيه، ما داروا معنا حتى شي حاجه. قالوا خاصك تخوي بدون مناقشه. وحنا الان كنطالبوا كما كيطالبوا هاد السكان هادو ولاد غزوان، هما الملاك الاصليين، كيطالبوا ببقع ارضيه، وراه مستعدين للحوار مع 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 السلطات. حنا ماشي هربانين منهم ولا خايفين منهم ولا دايرين شي حاجه، يتحاوروا معنا يعطيونا بقع ارضيه. وحنا حنا ماشي ضد المشروع اللي غادي يكون حاليا، حنا مساندينهم في اي حاجه. وشكرا على الشيء اللي غادي طونا فين غتصيفطونا؟ ابغى يطردونا وتخلونا مشردين؟ راه حنا بغينا بقعه ولا عطونا ديروا معنا حل. كيفاش الحاله النفسيه ملي جاوكم هاد الاستدعاءات ديال الطرد؟ كيفاش تعاملتوا مع ما عندنا ما تعاملنا، حنا بغينا مرضنا وتعذبنا وحنا باقين فيه. دابا باش كطالبوا؟ كنطالبوا تعطونا بقعات ديال السكن. ديال السكن وليداتنا وبنياتنا وكل شيء، وحنا مراه جاله مكرفسه. بحري امينه رئيسه جمعيه مستقبل بالموا تحت تنسيقيه زناته للاسكان والتنميه، نعلن عن تضامننا اللامشروط مع هذه الساكنه التي توصلت مؤخرا باحكام استعجاليه وقاسيه في حقها وحق ابنائها. من الطرد التعسفي نطالب من المسؤولين التدخل الفوري والسريع لرفع الضرر والحيف عن هذه الساكنة التي أصبحت تحت رحمة الأملاك المخزنية والقضاء المغربي الذي أصدر في حقها حكما إباديا. نطالب من المسؤولين ونطالب من صاحب الجلالة أن ينصف هؤلاء السكان الذين صدر في حقهم هذا الطرد، أليس هم مغاربة؟ أليس هم مواطنين سكنوا عقود من الزمن، هم وأبائهم وأجدادهم، والآن أصبحوا من الناس الذين يصبحون سيسكنون على قارعة الطريق، أليسوا مغاربة؟ نطالب من السيد العامل ومن السيد الباشا ومن المسؤولين ومن الأملاك المخزنية ومن الإدارات المغربية أن تنظر بعين الرحمة في حق هؤلاء الساكنة الذين إن قرأتم ما كتبته القضاء المغربي الطرد التعسفي. ما معنى الطرد التعسفي؟ أين سيذهبون هذه الأسر الذين لهم أبناء وأحفاد؟ وأخيرا نطالب من السيد العامل أن يتدخل وأن يقوم ب تدخل فوري وسريع في حق هؤلاء الساكنة. باسم تنسيقية زناتة الجديدة للإسكان والتنمية نقوم اليوم بزيارة تضامنية ومساندة مع العائلات التي صدر في حقها أحكام بالإفراغ في بحر الأسابيع الماضية. ونحن في هذه الزيارة إذ نعبر عن تضامننا، فإننا نرفع مطلبنا للسيد عامل صاحب الجلالة والسيد باشا عين حرودة امتناع عن توقيع أي قرار يقضي بإفراغ هذه الساكنة، لأن من شأنه تشريد وتضييع مستقبل وتعريض فلذات أكباد هذه الأسر وأبنائها. إذا نحن في تنسيقية زناتة اليوم نطالب بإيجاد حلول اجتماعية في أقرب الآجال. هذه الحلول من شأنها أن تحفظ لهذه الأسر كرامتها وإنسانيتها، خاصة في ظل صدور قرار تعيين مكان للبقاع الأرضية. اليوم مطالبون السلطة المحلية السلطة الإقليمية بتعجيل العمل على تجهيز الأراضي وتجهيز الأمكنة المخصصة للبقاع الأرضية حتى يتم هناك انتقال هذه الأسر، وبالتالي هذه الأسر فهي لا تعترض على أحكام القضاء وإنما تطالب بتوفير بقع أرضية لها من أجل استكمال المشروع على أحسن وجه. أستاذ أنس، كيفاش كتعلقوا على كلمة طرد وخاصة ملي كتوجه المواطنين؟ لقد الجميع لفت انتباهه صدور كلمة طرد في حكم الاستعجالي. هذه الكلمة التي تبخس هؤلاء الناس، تبخس إنسانيتهم وكرامتهم، وأصابت تفاؤلهم وأملهم في مقتل. اليوم
لن نقف كثيرا عند هذه الكلمة الصادمة، ولكن نتمنى من سيد عامل صاحب الجلالة وباشا عين حارودة التدخل الفوري من أجل توفير بقعة أرضية لهذه الساكنة، وبالتالي من أجل أن يتم ويستكمل المشروع مراحله في أحسن وجه. ممكن تشوف هاد المعالم ديال المدينه الجديده فيها تناقضات، حيت الناس كتخرج من دابا افراغات باقي ما كاينش تعيين الناس مكان السكن ديالهم. دائما كنا نطالب بوقف احكام الافراغ، اذا كانت هذه الاحكام الافراغ من اجل اتمام مراسيم نقل الحيازه فهذه مسطره قانونيه، لكن تنفيذ الافراغات وللاسف تمت بعض الافراغات، تم الافراغ في دوار بيكي، وهناك اسره مهدده في دوار جيني، 13 اسره في دوار مرجة، واليوم هناك افراغ في حق اسر من ملاكي واصحاب الاراضي، وهذا شيء خطير. نتمنى من السلطات المحليه ان تعمل بشكل فوري على تسريع مكان البقع، تسريع تجهيز من اجل الا نصطدم اليوم بإفراغات، وهذه الإفراغات من شأنها أن تشكل احتقان اجتماعي. في حال تنفيذ أي إفراغ سيتسبب ذلك في تعريض أسر للضياع، ومن شأن ذلك أن يتسبب أيضا في احتقان اجتماعي، وهذا ما لا نرضاه، لأن المدينة بدأت بشكل سلمي وتحمل معها أحلام الطبقات التي تسكنها. نتمنى أن يكون المشروع ويتم في ظروف إنسانية، ظروف تحافظ على الطموح اللي طالما سكن هاد المواطنين، بدل من إفراغات، بدل من مظاهرات وانتفاضات واحتقان اجتماعي. إذن الأمر، الكرة الآن في ملعب السلطات الإقليمية والمحلية.